مصرع عامل بعد سقوطه في بئر حمام شعبي بمدينة مراكش. لقي عامل مصرعه بعد سقوطه زوال اليوم الاثنين في بئر حمام شعبي بدرب الطلعة بالمدينة القديمة بمراكش، وتضاربت المعطيات المتوفرة لحدود الآن حول سبب سقوطه، إذ ذهب شهود عيان إلى كونه سقط بعد أن انهارت الأتربة من تحت قدميه، فيما ذهب آخرون إلى أنه أصيب باختناق ناتج عن الدخان الذي تصدره آلة الحفر التي كان يستعملها لتوسعة البئر. وفور علمها بالواقعة حلت عناصر الأمن والسلطات المحلية والوقاية المدنية، حيث تم انتشال جثة العامل. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.